فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة قبل الحيض أو بعده؟ إذا رأت الكدرة والصفرة قبل الحيض واتصلت الكدرة والصفرة بالحيض فهي حيض، أو رأتها بعد الحيض متصلة به فهي حيض أيضا. أما إذا كانت الكدرة والصفرة منفصلة عن الحيض فإنها لا حكم لها. تقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.